البقية بأنني سوف أتطرق إلى هذه الموضوعات التي تدور في أذهانكم، ومنها الحدث الأخير وهو عودة أحمد ويحيى إلى رئاسة الحكومة، سوف أتحدث فيها إن شاء الله. ولكن أنا أقول لكم، المسألة ليست ذهاب تبون ومجيء يحيى. لا ذهاب تبون سيحزن عليه الناس، ولا مجيء ويحيى سيفرح له الناس، لا سيما وهو معروف على كل حال، الرجل عبر مساره السياسي وعبر تصريحاته قبل استقالته وبعد استقالته وأثناء ترحيته، والأمر بشأن هؤلاء في الحقيقة، من يحكم الجزائر؟ من يحكم الجزائر؟ ويحيى يحكم الجزائر، تبون كان يحكم الجزائر، سلال كان يحكم الجزائر، من يحكمها؟ أين هو الرئيس؟ ولذلك يعني اليوم شعرت بالحزن، الجرائد هكذا كلها ويحيى وهذا يمدح وهذا يقول سبحان الله العظيم، حتى بعد أن كانوا يسمونه رئيس المهمات القذرة أصبح اليوم يقول المهمات الصعبة. يعني عندنا حتى لا بد أن يكون رجل الإعلام مستقل، والإمام مستقل، والقاضي مستقل، والحاكم مستقل، والمفكر مستقل. هؤلاء الخمسة إذا لم يكن أحد منهم مستقل فهي الكارثة. لا بد لرجل الإعلام أن يقول ما يعتقد وما يراه، لا ما يملى عليه. هذا هو رجل الإعلام الحقيقي، يقول كلمة الحق. نحن كارثتنا اليوم في العالم العربي والعالم الإسلام أن الإعلام الآن، لا أقول سلطة رابعة، أنا أقول هي السلطة الأولى، أنا أقول هي السلطة الأولى، منها تشن الحروب، سواء الحروب النفسية أو الحروب الدموية، مثل ما حدث في رواندا. ما هي الدماء؟ من أين أتت؟ من حروبنا بالإعلام. الآن عندما نريد أن نزيح رئيس حكومة فإننا نمهد له بالإعلام، ونعطي للرأي العام، نهيئه لأن هذا يعني بالشبهات وبتشويه السمعة وبالأخبار الكاذبة، حتى نمهد لتنحيته بدون ضجيج وبدون صخب وبدون استغراب. سبحان الله العلي العظيم، هل أصبح الإعلام الآن في الحقيقة سلاح؟ في العالم نفس الشيء، تشن حروب الآن عن طريق الإعلام، يشن هنالك يعني أول. إذن الإعلام الآن ينبغي أن نتنبه، ليس الموضوع الآن، لأنني قلت كلمة ستكون قصيرة وأنا أخشى أنني أجعلها طويلة، وإنما أقول رجل الإعلام ينبغي أن يكون مستقلا، والإمام ينبغي أن يكون مستقلا، الإمام ينبغي أن يكون مستقل، والقاضي ينبغي أن يكون مستقل، والمفكر ينبغي أن يكون مستقل، والحاكم ينبغي أن يكون مستقل. لماذا خضع؟ لأن حداد هدد وقال أنا اللي وصلت بوتفليقة إلى العهد الرابعة، وأنا اللي أنفقت المال، وأنا اللي جلبت كذا، فأصبحوا في حيصة وبس. نحاو رئيس الحكومة وجاءوا بثاني معروف عند الناس، بل الناس صدموا، مجرد ما شافوه صدموا من جديد. يعني هذه الدولة سيها المافيا، المافيا نتاع الطاليان ولا نتاع ما تخدمش هكذا، هذا أكثر من المافيا، هذا مجرمين. هذا من هذا الناس؟ وش شاورنا الأغلبية؟ وش من أغلبية عندكم حتى تشاوروها؟ أي أغلبية أنتم تستشيرونها؟ 10% اللي شاركوا في الانتخابات، و80% أو أكثر من 80% قاطعوا الانتخابات، إيش الشرعية؟ وزيد تجيب واحد كأن الجزائر عقدت ما فيهاش رجال، فيها إلا ويحيى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلعبوا بالناس، شعب الجزائر يلعبوا به، روح لاريندي، روح جبل التحرير، من جبل التحرير تروح لاريندي، يعني شونج موندال لا أكثر ولا أقل. هذا لعب بالشعب ولعب بمصيره، وهذا له آثار سيئة
في المستقبل تاع البلاد، وربما جرنا هذا الى ما لا تحمد عقباه. الجزائر عقلت اذا نجيبوا لنا يحيى، روحوا جيبوا واحد اخرين يا سيدي. الجزائر عقلت خلوا الشباب يحكموا. قالك الشباب صغار، وانتم لما كنتوا بوتفليقه لما كان شحال ما كانش شاب، وخلي الشباب يخدموا يعملوا ويسقطوا ويعاودوا ينجحوا، دعوا الشباب تحكم. ما يمكنش للشباب تحبوهم حتى يلحقوا السن نتاعكم باش يحكموا. لا بد ان يتردد. المهم اذا كان الشاب هذا، الشباب هؤلاء عنده نيه في اصلاح بلاده، نعطيه الفرصه حتى لو اخطا المره الاولى والمره الثانيه. الولد لا يستطيع ان يستقيم في مشيته الا اذا حبى، واذا حبى لا بد من ان يكبو وينبو، لا بد، ويتعلم من سقطته الاولى والثانيه والثالثه حتى تشتد عوده ويستقيم امره ويمشي على هدى من ربه سبحانه وتعالى. أما أنكم تريدون أن تفرضوا علينا ما تريد، هذه غرفة سوداء مظلمة هي التي مع الرئيس غير موجود، يكذب عليك اللي يقول لك الرئيس، وياكم تصدقوا هذا ولد عباس ولا أبدا، هذو كلهم كذبة على الله ويكذبوا على الشعب الجزائري. لو كان الرئيس صح راه كما راهم يقولوا هو اللي قرر، لماذا لا يخرج ويتحدث بلسان عربي فصيح هكذا لا ترى له صورة ولا يتحرك ولا يتكلم؟ عصابة استولت على الحكم وأصبحت ترفع هذا وتخفض هذا، وهذه كارثة. فعلى الدعاة أن يتحدثوا، وعلى رجال الأحزاب أن يتحدثوا ويقولوا لنا أبرزوا لنا الرئيس. كذابين. البارح كانوا معايا تبون، واليوم يصفقوا سبحان الله العلي العظيم، يصفقوا لأويحيى بعد ما كان مرضول، وبعد ما شهدنا الاستقالة نتاعو المريعة، وكيف خرج من باب الضيق، وكيف نعته اللي في حزب نتاعو، نعتوه بأنه ديكتاتوري وأنه بارد الدم ويستطيع يتخذ من القرارات ما يؤثر ما 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 ما, 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 ما يدخل البلاد في في في, في أزمة أخرى، تحرقوا الناس في السجون وهو يضحك، نحل الناس اموالهم بغير وجه حق، دخل الاف الناس الى السجون باسم الايدي البيضاء ثم خرجوا. هذا تجيبوه؟ شكون اللي جابوه هذا؟ جابوا بوتفليقه. انا لا اؤمن بان بوتفليقه عصابه هي اللي جابته. وفي الايام المقبله ان شاء الله اذا كان في العمر بقيه وكنت حي ان شاء الله سوف اتحدث عن هذا الموضوع، لان هذا الموضوع لا نسكت عنه. لقد بلغ السيل السباع، سبحان الله العلي العظيم. واش الجزائر هذا العصابه تحكم فيها كما حبت؟ لابد يتكلموا، الاحزاب تتكلم، والمفكرين يتكلموا، والدعاة يتكلموا، من الذي يحكم في الجزائر؟ خرجوا لنا الرئيس هذا نسمعوه، نتناقشوا معاه، ناخذوا ندوه ندوا معاه، لا عقلت سبع مرات يجي ويحيى هذا، وتبون عليه نحيفوه. والمصيبة الكبرى أن هؤلاء يسكتوا، يلتزمون الصمت. بعد ما نحوهم يسكتوا. سعيداني كان يقول باللي ويحيى ما يحبش الرئيس. وكان الناس كلها تقول كذا، هاو الآن ويحيى عاود ولا رئيس حكومة؟ الآن لسنا ندري. ربما جابوه خرجوه من المكتب داير لهم مشاكل، وحبوا يخرجوه للحكومة. وهو جاي الدخول الاجتماعي لسنا ندري، وربما سحتوه ايضا، وهكذا نبقاو في اللعب. والصحافه تدخل هاو جاءوا يحيى، وغدوه يجيبوا لنا تبون، وغدوه يتكلموا على فلان وعلى علان، وراح يمشيوا بلاد بلد. احنا لب القضيه عندنا، اصل القضيه الرئيس، ما عندناش رئيس، عندنا رئيس في حكم الميت. هذا الناس اللي راهي القرارات كلها اجرام. حتى يخرج الرئيس ويتكلم هو بعظمة لسانه بشحنه ولحمه ودمه، عند ذلك يتقطع جهيز قوله كل خطير. أما واحد يقول لي راح تبون وجابوا فلان، وتبون واش كان راح يخدم أيضا؟ بعض الناس أيضا قالوا لهم باللي راح كيف هو هاك، تشوفوا الآن نحاوه وعملوا له، قال لك أنا يا راني مطمئن أن الرئيس بوتفليقة اختار ويحيى، عنده حنكة وعنده تجربة، حنكة وتجربة. تبون يشهد بأن الرئيس وفق جاب واحد، سبحان الله. ما هي الحنكة قبل؟ الحنكة في اللغة العربية ما معناها؟
ما مدلول هذا اللفظ؟ الحنكة هي، ليس الحنكة هي الكذب. احنا الحنكة في الجزائر كي يقول لك واحد عنده حنكة بمعنى بلاعطي، يبلاعط الناس ويكذب بسلان انعم ويتخوبث على الشعب الجزائري، هذه نعم. ويتخذ من القرارات باسم يقول لك مش قالك شعبويه، وش معنى؟ ايه انعم، ايه نحن نحوس الشعب ياكل ويشرب ويلبس ومعزز ومكرم، هذا نحبوه، هذه شعبويه. نظام اقتصادي اذا كان فاسد نجيبوا نظام واحد اخر. دعوا الناس تتناقش موضوع الاقتصاد عندنا في 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 في, في, في الجزائر، سواء في الجزائر في الجبهه في الاحزاب، عندنا ناس عندهم كفاءات وشباب، خلوهم يحكموا. ولو اخطاوا مره ومرتين، كم اخطا بوتفليقه في حياته؟ كم؟ مش هما هو في الحكم نتاعو قال الطريق اللي كنا نظنوا تدينا للجنه ما هدتناش للجنه، هو ذاته الرئيس بحد ذاته، سبحان الله العظيم. اذا نحن نتحدث ونقول بكل صراحه، هذا ليس موضوعنا باش نتوسعوا في المساله هذه، لكن انا فقط حبيت نقول راهي كل يوم تتوالى، ما يخلوك تروح تصلي فين حبيت، وما يخلوك يعني انت يعني اي في اي دوله تجي النظام السياسي يقول لك صلي في هذا المسجد ولا تصلي في هذا المسجد، وين في اي دوله؟ وزيد لما تروح تصلي في المسجد مش تصلي وحدك، يجيبوا الشرطه ويجيبوا قوات الامن ويجيبوا البياري ويجيبوا السيارات. اذا يولي حتى الانسان كي يروح يصلي حتى في هذا المسجد يجيب مشاكل للاخرين. لا ما نروحش نصلي حر بدون ملاحقه بدون متابعه بدون حر كما خلقني ربي عز وجل. لا، الحريه هذه مكتوبه غير كل من هب ودب. اللي يغني عنده حريه، اللي يرقص عنده حريه، الملحد عنده حريه، اللائكي عنده حريه، بصح المسلمين اصحاب الكتاب والسنه ما عندهمش حريه. عندنا حريه، فاذا لم تعطى لنا سناخذها باذن الله عز وجل اليوم او غدا. سبحان الله العظيم، كل الحريه لجوزك وكل الناس. انكم تدفعون بهذه السياسات، تدفعون الشعب الى التمرد، وتدفعون الشعب الى ان يقطع الياس ويزداد احباطه، ولما يزداد ياسه ويزداد احباطه عند ذلك سوف ترون وستندمون على هذا الطريق الذي تسيرون فيه. يكذبوا على الشعب على الرئيس، لو كان الرئيس صحيح يخلي هذه الامور. أي تصوروا يا شعب جزائري، تصوروا يا إخوان يا شباب يا ناس، خليك تصور بعقلك لو أن الرئيس يقول هذا الحيصة والبيصة 5 سنوات ما يستطيعش يتكلم، معناها ما كانش رئيس، كل يحكم في بلاصة الرئيس. أنا سأتحدث على من يحكم إن شاء الله، من يحكم هؤلاء الذين يريدون أن يرثوا الحكم والذين يريدون أن يستبدوا. نعم، ونحن لهم بالمرصاد إن شاء الله، عن طريق التوعية وعن طريق التبصير وعن طريق الصدع بكلمة الحق إن شاء الله. نحن لا نخشى إلا من الله ولا نخاف إلا من الله، وأعمارنا بيد الله وأرزاقنا بيد الله، وما كتبه الله لنا من ضر فلن يدفعه أحد، وما كتب الله من خير فلن يمنعه أحد. نعم، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويجعل له من أمره مخرجا، ويجعل له المولى سبحانه وتعالى من أمره يسرا. هذه حقيقة، هذه حالتنا الجزائر هذه كل شرقا وغربا. لما عندما أنظر نشوف كل الناس، ان هذاك يتكلم، السياسي يتكلم، الاخرين يتكلموا، الاخرين يرقصوا، ما عدا الناس ابناء الحركه الاسلاميه الذين اثبتوا بجداره واستحقاق، كانوا شبابا يافعين واستطاعوا عن طريق صندوق الاقتراع ان يثبتوا وجودهم. والله لولا الدبابه ولولا القمع ولولا القتل وخارج اطار القضاء، والله العلي العظيم ما استطاعوا. اذا القضيه قضيه قوه وليست قضيه حجه. نحن اصحاب حجه سياسية ودينية وإنسانية وحقوقية، عندنا حق في هذه البلاد مثل الجميع. لا يستطيع أن يمنعنا لا بوتفليقة ولا آل بوتفليقة. الآن عندنا آل سعود وآل بوتفليقة وآل كذا، وين وين أين نحن ذاهبون؟ سبحان الله، الشعب بات كانوا في البحر
وكانوا لباس طرطاف يخرج عليهم. وقلتها البارحة الناس بعض الإخوة مازالوا، قلت لهم البارحة بعد ساعة أو ساعتين سوا، وقلت أن تبون عندما وصفوه بالإعلام بهذا ولن تتدخل مصلحة السمع البصري لإيقاف، لأن هذا يمس رئيس رئيس حكومة، لم تتدخل. قلت لهم بأنهم سوف هذا انتهى، هذا في حكم منتهي انتهى. ولكن زادوا جابوا ويحيى الآن، ويحيى يشرف على الدستور، ويحيى يشرف على كذا. طيب سؤال، لماذا ويحيى؟ أله قوة داخلية أو خارجية؟ أله ملفات؟ لماذا؟ هذا هو مربط الفرس، هذه هي السؤال اللي لازم يطرحوه. أنا شفت واحد الآن عندك في أحد الفضائيات، لا أريد أن أذكر اسم، يعني يمدح في بوتفليقة ويقول بوتفليقة ولو قاعد على الكرسي راه كيما رجبان، قبحك الله. بوتفليقة كيما رجبان، رجبان كان على كرسيه يتكلم ويناقش ويجادل ويجلجل بصوته، وكان له من العمر 62 سنة كان في رجله، أما بوتفليقة لا، في دماغه في رأسه، ما عندوش الرأس. وإذا كان كذبتونا وكذبتوا الشعب الجزائري، يخرج بوتفليقة يقول ها أنا ذا، لماذا لا يخرج؟ لماذا لا يتكلم؟ لماذا لا يفسح؟ سلال ذهب دون أن يلاقيه، ويزيد كلهم يسكتوا، سعيدان يسكت، سلال يسكت، تبون يسكت، ولد خبلية يسكت، اللي يخرج يسكت. بينما وزيرة العدل في فرنسا عندما خرجت لسبب يتنافى مع ايديولوجيتها ومع معتقدها ومع تفكيرها، توبيرا وزيرة العدل لما خرجت استقالت وقدمت استقالتها وتحدثت. احنا والاعلام، هل يستطيع الاعلام ان يذهب ويبحث عن سعيداني ويعطيه اسئله؟ يستطيع الاعلام يذهب الى بالخادم ويستصدر منه حتى؟ ولذلك انا قلت الاعلام اذا لم يكن مستقلا سيكون خطرا في تضليل الشعب الجزائري، خطرا يزيد يضلل الشعب الجزائري. لازم الاعلام الان، الشباب هذول اليوم في الاعلام لازم يكونوا دي كاميكاز اعلاميين، كاميكاز، يدخل وزير العدل، وزير الداخلية، وزير كذا، إذا كانوا فعلا عندهم نية باش تولي الشعب الجزائري يسمع الحق ويأخذ المعلومة من مصدرها. أما أنهم قاعدين في الآخرين مكيفات وكذا وجوجل وكذا ومنا ويستنى وقتاش يجيهم الخبر، هذه كارثة ستحل بالبلاد. هذه هي على كل حال، هذا الموضوع في الحقيقة يتطلب ساعات طوال، لأن الفساد السياسي هو الذي ولد جميع الوباء. ما لم نعالج أزمة الشرعية في الجزائر وأزمة الفساد السياسي الذي تولد، كيف حداد راح يعني وش معنى حداد سما وغلب تبون، يعني أصحاب المال الفاسد القذر، والله يلو كان يخلوه الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعاود الساحة السياسية يتكشف هؤلاء الناس على حقيقتهم، وهي ممنوعة تتكلم، ما تستطيع، ما تقدر عليه، ما في حدودها تملك، ولكن قطرة 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 تجعل وادي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. لا تيأسوا من روح الله مهما كان تشتدوا علينا، لاحقونا، منعونا، ضربونا، لسنا له. الشيخ عبد اللطيف سلطاني رحمه الله مات تحت الإقامة الجبرية دون أن تكون أن يعترض علماء في ذلك الوقت ويعرفون مكانته في جمعية العلماء المسلمين، ولكن كانوا ساكتين وهو في إقامة جبرية، علماء وكانوا معاه في جمعية العلماء خوفا. اليوم شوف أنت يا تبون عندما تراه خايف يرتعش كأنه رايح الفينجا. أنا لو كان جيت أنا كما تبون أقسم بالله العظيم يا ندير ندوة صحفية ونتكلم ونبين الحقوق، هاي هي خدمة الوطن، مش يمسكات. قال يروح داك يحطوا له جوج حراس، السلام عليكم.
هاي الجرايد تجيك والماكله تجيك والدنيا تجيك والسلام عليكم انت. لا، لازم يتكلم، ولازم سعيداني يتكلم، ولازم الجنرال توفيق يتكلم. هذو كل على سكتوا، على سكتوا خايفين. هذو ناش خايفين؟ خايفين من الحبس، خايفين ناش من لا ما يتكلموش. هاي البلاد راح على الواد، يتكلم كل واحد واش كاين في البلاد هذه. تكلموا ما تسكتوش، وزراء ساكتين، سفراء ساكتين، قلعوا شلاوهم، اتكلموا. والله لو كان يتكلم هذا منا وهذا منا، السكوت. الساكت عن الحق شيطان اخرس. اللي يشوف الباطل ويشوف هذا التلاعب بالدوله، مافيا هي اللي تنصب الحكام، مافيا هي اللي تنصب الحكام. ومش في المؤسسات، والله ما في المؤسسات، في الغرف المظلمه، في الغرف المظلمه. بعد انا صحيح انا ممنوع، ممنوع بالقوه، والله ما ممنوع بالحجه. إذا كان يستطيعوا يتفضلوا، وإذا كان يحوشوا للرئاسيات أنا لها بإذن الله عز وجل. ها يا سيدي، يا سيدي إذا كان نترشحوا نترشحوا للرئاسيات، وشوفوا شكون يديها بإذن الله عز وجل. يا واحد الطواغيت، يا واحد الجبابرة، يا واحد المافيا تحكم في البلاد، ساكتين عليهم الناس. الإعلام يسايس، اهدروا الحقيقة واش كاين، والإمام يتكلم الحقيقة واش كاين، والمفكر يتكلم، والقاضي يقضي بالحق بين الناس. هكذا نستطيع نبنيو البلاد. والله وتخليوا هذه البلاد لهذه الناس، هذه البانديه، هذو هذه العصابه اللي عشت في الرئاسه هذه، هذه العش نتاع الدبور مش نتاع النحله. هذو عش الدبور، هذا نعم هؤلاء تخليهم يحكموا فينا احنا. بعد ملايين الشهداء يستعبدون هذه الناس، ما عندهم لا تاريخ وما عندهم لا ماضي وما عندهم لا من عائلة ثورية إلا من رحم ربي، وبعضهم بدل وغير، كانوا في الطريق وبدل وغير. جينا احنا واحد كيما ولد عباس يقول لك إذا تكلم بوتفليقة ما كانش كلام فوقه، شكون هذا؟ كلام ربي تجعلوه إله من دون الله عز وجل، شرك بالله عز وجل. ولاة الأمر شكون قال لك باللي بوتفليقة من أولي الأمر منا؟ من قال لك من أولي الأمر؟ ما هي صفات أولي الأمر؟ بيننا وبينكم ما قاله أهل العلماء القدامى والمحدثين، بدءا من الطبري وبدءا من ابن كثير وبدءا من هو ولي الأمر. وزيد حاجة ثانية، أنتم راكم تحكموا بالشريعة باش تقول لي أنت ولي الأمر؟ أنتم راكم تحكموا بقوانين وضعية، ومن بعد لما تكونوا في حصن بس تروحوا تجيبوا لنا النصوص من كتاب الله والسنة وتحطوها في غير موضعها، وتنزلون الأحكام في غير منزلها، تكذبوا على خلق الله. والله العلي العظيم كان ودي أن تكون كلمتي قصيرة، ولكن حجم الخطورة تاع البلاد وحجم المخاطر اللي راهي لا تستوجب أننا نسكت. مش فقط أنا العبد الضعيف إلى الله، كل من كان عنده نية وعنده دين لازم يتكلم. اللي يتكلم في الجريدة، اللي يتكلم في فضائية، أنا ما يسمحوا ليش باش نروح الفضائية نتكلم، ما يسمحوا ليش يتكلموا. هذه بلاد لجميع الشعب الجزائري، ولازم يحكمها جيل واحد آخر وعنده عقلية واحد آخر وعنده تفكير واحد آخر. هذا الذي استطيع ان اقوله لاخواني، وازفت الساعه التمام، ولست ادري القاكم بعد يومي هذا او لا القاكم، لانني اعرف بانهم الان يحاصروك ماشي مستحيل يجي نهار يقول لك ما تنفسش اصلا، ما تنفسش اصلا. ولكنني اشكر كل الاخوه، واشكر واقول للاخوه اجعلوا الفيسبوك وسيله نتاع جمع كلمه، وجعلوها وسيلة نتاع بيان للباطل، مش بيان للتشاحن والتراشق باللفظ الذي لا يليق. وزيد حاجة ثانية، ليس كل من يدخل الفيسبوك راه بالاسم الحقيقي، كاين ناس أسماء مفتعلة، كاين مقالات مفتعلة، كاين أشياء يحرش هذا بهذا. لا، المؤمن التقي، المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يعطي إلا طيبا، حتى إذا كان واحد أذاه ولا قال فيه كلمة، فإن قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألقاكم إن شاء الله.